اهلا بحضراتكم، وبرحب بحضراتكم مره تانية في المحترف. وضيفنا النهارده في المحترف ناقد رياضي متميز كالعاده، موجود معانا الناقد الرياضي محسن لملوم. محسن مساء الخير. مساء الخير يا كابتن. هرد لك طبعا على نتيجه او خروجنا من سباق المونديال. عايز تقول لي انت شفت المباراه ازاي؟ اولا بعين المشجع المصري يعني صحيح. العادي، وبعين تانية الناقد الرياضي المتخصص في كره القدم. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، اكيد طبعا كم كبير جدا من الاحباط، يعني كلنا الشعب المصري كله وانا واحد منهم طبعا، اللي بصراحه كانت ليله حزينه جدا. يعني ما كانش لنا نفس نعمل اي حاجه، يعني انا حتى يومها كنا بنقفل مجله الاهرام الرياضي بصراحه، يعني كنا في حاله حزن كلنا ميتم، يعني زي ما بيقولوا. يعني بصراحه كانت الناس يعني كلنا بنواسي بعض، يعني ما حدش فينا حتى فتح التلفزيون يتفرج على حاجه بعديها. تابعنا حتى الاخوه تونس والجزائر والمغرب حتى كده، يعني متابعه من اجل العمل، لكن في النهايه احنا كلنا بصراحه كانت حاله احباط كبيره. يعني لا يختلف بصراحه ناقد او مشجع، لان في الاخر المشاعر ما بتتجزاش. لكن على مستوى طبعا عين الخبير وعين الناقد، بعد طبعا بناخد الصدمه والشوك اللي حصل لينا كلنا، يعني بعديها بساعه الناس ما حدش بيكلم حد، يعني مجرد ان حد يتكلم حد كلنا كنا في صدمه. لكن بعد كده بدات تشوف الموضوع ازاي، بدات تشوف المباراه ازاي؟ خليني اقول لحضرتك ان بدات اشوف ان احنا نستحق الخروج، نستحق كل مش من يوم المباراه او من الاحداث اللي حصلت في ملعب في دكار والليزر والكلام اللي احنا قاعدين بنتكلم فيه ده، لا من البدايات. يعني بصراحه كلهم مسؤولين، واولهم طبعا اتحاد الكره او مش اتحادات الكره، على المنظومه كلها بصراحه سيئه جدا بكل امانه، يعني بدءا من وجودنا في التصنيف الثاني واحنا بهذا المستوى اللي خلانا نقابل الاشرس فريق في العشر فرق بكل امانه. يعني لو خلاص بقى ما عادش ينفع، لكن لو كنت قابلت الكونغو، مالي، حتى كان اللي تاهلت، حتى الكاميرون تاهلت، بس بالتاكيد اسهل من هذا المنتخب الشرس كرويا. انت بتتكلم طبعا على الاجنده الدوليه في اكتوبر. بالظبط صحيح. ما دي النتيجه، يعني دايما يقول لك يا كابتن اذا حسن البدء حسن الختام. صحيح. هو البدء ما كانش كويس، عشان كده وصلنا للنتيجه السيئه للخروج اللي احنا يعني بالمنظر احنا خرجنا فيه. حتى الناس هتقول ان احنا مثلا ايه اعاده المباراه، مش طبعا قاعدين بنضحك على نفسنا طول الوقت. يا جماعه لو اعاده المباراه يعني هنتغلب والله، الموضوع منتهي. لا حتى يعني اعاده المباراه دي اعتقد خلاص مفيش اعاده المباراه، والناس دايما بتفتكر طوبه زيمبابوي. احنا دايما بعد اي اخفاق ما بندورش على الاسباب الحقيقيه، يعني دايما حركه من ايام زيمبابوي، الطوبه والحكم وبطرس ماتابيلا ومش عارف مين، يا ربي بروس جلوبر قصدي اللي هو الحارس. وبعدين تيجي مثلا تطلع من في 2002 فتقول احداث عنابه، بعدين تروح اصل احداث ام درمان، اصل مش عارف كان عملوا ايه، كله كلام ملوش اي علاقه بالواقع. يعني ملوش لا ماتش هيتعاد ولا في حاجه هتحصل، كله مسكنات بس. لكن ده يعني مشاهد عبثيه، يعني بصراحه للاسف النتيجه انا شايف انها طبيعيه جدا نتيجه لكل الاحداث اللي حصلت قبل كده، بدءا حتى الاحداث اللي حصلت ما كانش فيه موقف. يعني انت اول ما تخش لما تتعطل عن دخول الملعب. دلوقتي خرجت موضوع يعني الكوره، ان المنتخب السنغالي يستحق كوره ككوره يستحق. انت بتتكلم بقى على النواحي الاداريه اللي كانت لازم تتاخد بعيد عن النتيجه. خليني اقول لحضرتك يا كابتن، لو كان مثلا منتخب تونس هو اللي كان في الملعب مكان منتخب مصر، والله ما كان لعب المباراه، كانت لك مش تلك، كان حقه بالمناسبه، يعني حقه تونس او المغرب او الجزائر اي حد من المنتخبات العربيه بصراحه ما كانش هيلعب في ظل الاجواء دي والتاخير، وان يبقى في الجمهور يحدف طوب وازاز الميه على اللعيبه، والليزر اللي هو موجود في كل العالم مش بتحجج بيه، لكن على الاقل كنت تعمل لهم توتر، اثبات موقف. يعني اثبات موقف، يعني العالم النهارده كله بيتكلم على ان ما فيش فير بلاي، يعني الصحف العالميه ان واحنا قاعدين نتكلم اعاده المباراه وخلال يومين هيبقى في تقرير، لا في اعاده المباراه تحصل، اقصاها تبقى عقوبات لفريق السنغال عادي جدا. يا ريت احنا كنا تعاقبنا وكنا تاهلنا. النهايه ان المحفل العالمي الكبير احنا مش موجودين فيه للاسف، انا هنبقى متفرجين بسبب يعني المسؤولين، اتحاد الكره هو المسؤول الاول والاخير عن القصه دي. على مستوى طبعا الكلام والاسئله اللي دايره برضو على مصير كروش، طبعا كلنا عارفين ان كروش كان عقده الاساسي هو الوصول لكاس العالم، ولكن دلوقتي في بعض الاخبار بتخرج من اتحاد الكوره، ما اعرفش رومينجز ولا اكيد لسه ما فيش قرار رسمي في الابقاء على كروش لمده 4 سنوات. يعني فعايز اعرف رايك انت في الموضوع. والله شوف، انا مش مهم عندي ابقاء كروش او رحيل، يبقى في خطه، يبقى في استراتيجيه، لكن هو واضح ان ما فيش اي حاجه خالص. يعني اتذكر يا كابتن كنت قابلت حضرتك بعد 2014 لما المانيا خدت كاس العالم في البرازيل، وريتني فيديوهات كان عاملاها منتخب المانيا استعدادا من سنه 2006،
صحيح من سنه 2006 ان هم ازاي ياخدوا كاس العالم 2014 في البرازيل. صحيح. يعني يعني لكل مجتهد النصيب، يعني هم اشتغلوا وعملوا، طبعا اكيد ما حدش بينجم بالغيب، لكن في النهايه اشتغل فربنا بيكافئ اللي بيشتغل. لكن احنا ما فيش استراتيجيه، الاستراتيجيه كلها ايه؟ يلا صباح الفل، كلنا نقوم الصبح جبنا كروش، يلا كروش بقى يا ده مدرب عالمي صعد 4 منتخبات قبل كده وكسب مش عارف ايه، وكلها اجتهادات. يعني انت حتى في الماتشات اللي وصلنا لنهائي كاس الامم الافريقيه برضو جهد لعيبه لا ينكر، لا ننكر ذلك يعني، لكن ما فيش خطه، ما فيش خطه موضوعه، يعني ما فيش استراتيجيه. يعني صحيح. انا نفسي لو موجوده استراتيجيه هي اوريدي هتمشي لوحدها، جبت كروش او غيره، لكن احنا ايه، هي بتبقى مسكنات. إن لو مثلا السوشيال ميديا او الراي العام، لا المدرب الوطني هوب هيشيل بكره كروش ويجيب حد وطني حسام حسن او غيره والدنيا تهدى وتبقى بيس، وده اصله قلبه على الوطن اصلا. ده يعني انا في اعتقادي دي كلها حلول مؤقته، وزي ما بتكلم الحلول المؤقته ديت ما بتعملش حاجه، هي يعني مسكنات. وخلي بالك ما بتعالجش، المدير الفني للمنتخب ما بيطورش لعيب، وده اللي بتكلم عليه دايما، ان كروش ما عندوش وقت انه يطور لعيب. جه كابتن حسام او جه كابتن اكس مش هيقدر يطور لعيب. وبالتالي تطوير اللاعبين، منظومه تطوير اللاعبين من خلال منظومة متكاملة، لازم تكون عندك مسابقة قوية جدا على مستوى الدوري. مش مسابقة بس ان احنا تبقى الصورة حلوة والبس جميل، لا، على مستوى المنافسة، على مستوى اللاعبين المحترفين فيه، على مستوى عدد الفرق. يعني انا بتكلم دايما في الديتيلز اللي هي طبيعي جدا ان انت تناقشها يعني. ولكن يعني انت تعتقد الفترة اللي جاية هيكون في خطوة؟ يعني لا. هيبقى في خطوة ولا برضو هنخش مسكنات؟ مسكنات، لا نملك الا المسكنات دائما ابدا، هي موضوع مسكنات. والنجاح عندنا بكل امانه بياتي صدفه، يعني ان مثلا كاس الامم الافريقيه لما مصر فازت بيها سنه 98 في بوركينا فاسو كان صدفه، وخلاص بقى خدوا السكسيه بقى بسببها، بقى اتحاد الكوره والمسؤولين كله يعني بياخد اللقطه زي ما بيقولوا. لكن هو في النهايه ما فيش نجاح، يعني ما فيش خطه محطوطه. يعني يا كابتن مثلا في الكره العالميه عندنا اكبر مثال لما زين الدين زيدان مع ريال مدريد في السنوات الاخيره دي خد 3 دوري أبطال اوروبا ورا بعض، كان هو اللي مدرب الفرقه دي في الرديف في الناشئين وفي الصغيرين. فلما صعد جاب معاه بقى الشباب الصغيرين اسينسيو ومش عارف مين ويسكو، الناس اللي هم يعني ادهم. حتى في انا فاكر الدوري الاسباني كان هو بيتصارع مع برشلونه اخر 4 ماتشات، لما برشلونه كان كسب الريال في سانتياغو برنابيو 3-2 بهدف ميسي الشهير في اخر دقيقه، لما اللي بيلعب الماتشات الاخيره كان بيقعد 7 أساسيين وبيلعب الشباب الصغار، لان هو دي مش مجازفه، هو عارفهم لان هو دربهم من صغر. الاساس مش زيدان قد ما الاساس الشباب الصغار، هو يعني متجهز من صغره. كمان كان معاهم بقى المدرب اللي دربهم في الصغر، وجاء مسك تولى يعني زيدان قبل ما يدرب ريال مدريد ما دربش حد اصلا، وفجاه بيمسك اكبر، بيتولى مهمه تدريب اكبر نادي في العالم. ليه؟ لان هو كان ماسك الصغيرين دول، كان مدربهم جهزهم كويس جدا، فلما طلع عمل ده. لكن احنا ما عندناش ده، مش موجود. انت النهارده هي ما الا مسكنات. لو السوشيال ميديا مال ناحيه كروش هيبقى كروش يبقى، الناس قالت لا مدرب وطني هيجي مدرب وطني، وبعدين نبتدي بقى نشوف المدرب الوطني حسام ليه ناس، لا ايهاب جلال، لا